نقطع باي الاول ونحفظه كويس عشان لما نقدر نبريدكت لما يحصل دي اي عطش ايه الفيشر بتاع. طيب دلوقتي احنا فاكرين السي ان اس اهو ميجر وبيطلع منهم مين ارتريز. التو ميجر ارتري في انتيريور سيستم وبوستيريور سيستم. الانتيريور سيستم بيدي الثلاث اخماس الاولين من السيرفال هيمسفير. ده الانترنال كاروتيد ارتري. يبقى الانترنال كاروتيد اسمه الانتيريور سيستم ده بيدي الثلاث اخماس الاولانيين. البوستيريور سيستم والفيرتبرو بازيلر بيدي ما تبقى الخمسين الورانيين السيربيلم البرين ستيم والسباينال كورد. تمام كده؟ يبقى انا عندي فيرتبرو بازلر سيستم البوستيريو سيستم وانتيريو سيستم الانترنال كاروتيد ايه؟ ارتري. تمام كده؟ تمام. نشوف كده الاناتومي بتاع كل واحد فيهم وبعدين بعد كده نشوف السبلاي بتاعه. الانترنال كاروتيد هو واحد من التو تيرمينال ارتريز من ذا كومن كاروتيد. طيب الكومن كاروتيد طالع منين؟ الرايت غير الليفت. الرايت طالع من النومينيت عند حاجه اسمها الكومن كاروتيد الرايت كومن كاروتيد رايت سب كليفيان. انما الليفت سب كليفيان والليفت كومن كاروتيد طالع مباشره من الارش اوف ذا اورتا. تمام؟ يبقى الرايت غير الليفت، الرايت طالع من النومت برضه طالع من الارش اوف ذا اورتا. انما الليفت طالع مباشره من الارش اوف ذا اورتا. بيفضل ماشي الانترنال كومن كاروتيد ارتري لحد ما يوصل لمنطقه الكريكو ثايرويد. المنطقه دهيت اللي هي اوبزيت ورا السيرفايكل 6. ودي منطقه مهمه دي نهايه اللارنكس بدايه الفارنكس مش عارف ايه القصه اللي انتم عارفينها ديت يعني. نهايه الفارنكس قصدي الاسوفوجاس وكده. هيدي بايفوركيشن. external carotid وinternal carotid. الاكسترنال ده اقدر احسه لحد الانجل اوف ذا مانديبول عادي. انما الانترنال كاروتيد فيري ديب ارتري. المفروض ان انا ما اقدرش احسه الا في التونسيلر فوسطا في الكوماتوز ديبيشن. يعني الانترنال كاروتيد ما بيتحسش الا واحد كوماتوز في التونسيلر فوسطا. انما هو المفروض مش يتحس. طيب بيمشي بوستيريولي في حاجه اسمها كاروتيد شيث مع الانترنال جاجولار ومع السمباتيك ومع الفيجاس. فيري ديب. يفضل ماشي لحد ما يوصل للبيز اوف ذا سكال يلاقي حاجه اسمها كاروتيد كانال اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد فريمن يقوم داخل في حاجه اسمها كاروتيد كانال في البيز اوف ذا سكال. اول ما يدخل في البيز اوف ذا سكال تمام كده يلاقي قدامه على طول الكافيرنال ساينس. يقوم داخل في الكافيرنال ساينس ويدي وات از كولد اس شيبد كورس. في الاس شيبد كورس بيطلع من الديورال روف بيدي ارتر كونتينيويشن بتاعه اللي هو الميدل سيريبرال وبرانش الانتيريو سيريبرال. يعني الكونتينيويشن بتاعه هو الميدل سيريبرال. وهو جوه الكافيرنا ساينس بيدي ثلاثة ارتريز. واحد بيبدا بكلمه انتيريور، واحد بيبدا بوستيريور، واحد انتيريور ولا بوستيريور. الانتيريور كرويدال. الانتيريور كرويدال احد المين ارتريز اللي بتدي كرويد بليكسس اللي بتكون السي اس اف في لاترال فنتركل. وله سبلاي تاني هنتكلم عليه برضه. البوستيريور ارت هنتكلم عليه دلوقتي في البوستيريور كوميونيكيتنج. وبعدين بعد كده الاذر ارتري اللي هو الاوثالميك ارتري اللي بيدي السنتر ريتنال ارتري بعد كده. تمام؟ وده هنرجع له في الفيجن بعد كده. يعني احنا عايزين الاول بلاد سبلاي نستوعبه ونرجع تاني نتذكر الاناتومي وعارف الارتر بيصلي في الحته دي اقدر بريدكت بقى الارتر لما يحصل فيه مشكله يدي اعراض ايه. بس خلينا الاول في بلاد سبلاي. الكلام ده يمين وشمال. تمام كده خلاص كده ده الكونتينويشن بتاعه ده الانتيريو سيربرال ارتري. طيب هنسيب ده شويه ونيجي للفيرتبرو بازلر ارتري. الفيرتبرال ارتري تمام يمين وشمال برانش من السب كليفيان. يبقى هنرجع تاني للارش اوف ذا اورت. الارش اوف ذا اورت على اليمين بيدي النومينيت اللي بيدي تو ارتريز. الكومن كاروتيد اللي بيطلع منه الانترنال كاروتيد. وبعد كده السب كليفيان اللي بيطلع منه الفيرتبرو بازلر. طبعا على الشمال الليفت كومن كاروتيد والليفت سب كليفيان. الليفت سب كليفيان بيطلع منه الفيرتبرو بازلر انما الكومن كاروتيد بيطلع منه الانترنال كاروتيد. يبقى كلهم جايين من الارش اوف ذا اورت وده برضه هنرجع له بعدين.
تمام. بيطلع اتنين فيرتبرال ارتريز اهمت، بيفضلوا ماشيين موازين لبعض بارل تو ايتش اذر. في حاجه في الترانسفيرس بروسيس بتاع السيرفايكال فيرتبرا اسمها فرامينا، بيفضل ماشيين في الفرامينا حاجه اسمها ايه؟ سيرفايكال فرامينا. السيرفايكال فرامينا ديت او الفرامينا دي بتعمل كنال اسمها سيرفايكال كنال. الوحيده اللي ما فيش فيها فرامينا هي نمره 7. ما فيهاش ابتداء من 6 لحد 1 كلهم فرامينا. فرامينا على فرامينا هيعمل كنال. هيفضل ماشيين موازين لبعض. كون ان هم موازين لبعض وموازين للسيرفايكال فيرتبرا ده مهم، لان لو عندي سيرفايكال ديسك ليجن تمام وبدات الديسك يخرج من مكانه هيكمبريس الفيرتبرال ارتري، وده احد اسباب برضه فيرتبرو بازلر انسفيشنسي واحد اسباب الفيرتايجو اللي هو السيرفايكال فيرتايجو ده برضه، لان ده بيدي منطقه ايه الفيستيبولار سيستم تمام، لانه بيدي البوستيريور بارت زي ما هنشوف دلوقتي. يفضلوا ماشيين لحد ما يدخلوا الاسكال عن طريق حاجه اسمها فريم الماجنم، يقوموا يعملوا ايه بقى بعد كده؟ يفضلوا ماشيين موازين لبعض كده ويدي البازلر ارتري. لو انا قلت ان ده البرين ستيم عشان ناخده كده على جنب عشان يبقى الامور اوضح، هما يفضلوا ماشيين لبعض موازين لبعض لاترال لاترال ايدج اوف ذا امدالا اوبلونجاتا، يجوا عند الفنترال اسبكت اوف ذا بونز تمام، يتحدوا مع بعض ويكونوا ايه؟ وان شورت ميد لاين سنجل ارتري اللي هو البازلر تمام. هو البازلر ارتري هو طول البونز تمام، في نهايه البونز اللي هو اللور ايدج اوف ذا ميد برين يقوم يدي بوستيريور سيريبرال ارتري تمام. يبقى انا عندي تو ميجر ارتريز، الانترنال كاروتيد ارتري والفيرتيبرو بازلر تمام. ده طالع من الكومن كاروتيد تمام، وطالع من الاورطه، وده برضو طالع من السبكليفيان. اللي طالع منين؟ من الاورطه برضو عند السبكليفيان، عشان هنشرح بعد كده حاجه اسمها سبكليفيان ستيل سندروم تمام، لان عشان نبقى فاهمينه برضو تمام. ده بيدخل السكال عن طريق الكاروتيد كانال، يدخل الكافيرنا ساينس لما كل مكوناتها زي ما هنشرح بعد شويه، يخرج من الديورال روف. له تو ارتريز، واحد الكونتينيويشن الميدل سيريبرال، واحد اللي هو برانش منه الانتيريور سيريبرال تمام. اوكي طيب، يبقى ده الانتيريور وده الميدل سيريبرال. البوستيريور سيريبرال ده برانش من الفيرتيبرو بازلر. البازلر ارتري فيري شورت ارتري، واخد يا دوبك الفنترال اسبكت اوف ذا بونز، انما التو فيرتيبرال ارتريز يمشوا في الايه؟ السيرفايكال كانال او ايه؟ او الكانال اللي احنا قلنا بتتكون من الفرامينا بتاعت السيرفايكال ترانسفيرس بروسيس اوف سيرفايكال فيرتيبرا. طيب يبقى انا في النهايه لما اجي هبص كده تمام، عشان برضو ارسم الرسمه كده اوضح شويه، هلاقي ان انا عندي ده الايه؟ كافيرنال ساينس، ده الانترنال كاروتيد ارتري، وده الانتيرو سيريبرال وده الميدل سيريبرال. نفس الكلام في الناحيه الثانيه، وده الميدل كونتينيويشن بتاعه. هنا الفيرتيبرو بازلر ارتري، وده البوستيريو سيريبرال. طيب هلاقي الانترنال كاروتيد ارتري او كونتينيويشن بتاعه الميدل سيريبرال بيكوميونيكيت مع البوستيريو سيريبرال عن طريق حاجه اسمها بوستيريو كوميونيكيتنج ارتري، اللي هو برانش من الانترنال كاروتيد في الكافيرنا ساينس. وهلاقي ان التو انتيرو سيريبرال ارتري يتحدوا مع بعض بحاجه اسمها انتيرو كوميونيكيتنج ارتري، اتكون واتس كولد سيركل اوف ويلس. السيركل اوف ويلس احد اربعه سايتس اوف انستموزز في السيريبرال سيركيوليشن، وهنتكلم على الثالثه التنين بعد شويه مش دلوقتي تمام كده. السيركل اوف ويلس مش بس بيكوميونيكيت الانتيرور سيستم اللي هو الكاروتيد سيستم بالبوستيريور فيرتيبرو بازلر، ده كمين يمين وشمال تمام، موجوده في منطقه مهمه اسمها انتر بدانكلر فوسطه، هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شويه مع السيريبرال انيوريزم والصبع الاركينال والهيمورج. المنطقه دي مهمه تمام. اوكي خلاص، يبقى دي السيركل اوف ويلس. يبقى تاني انا عندي اثنين ميجر ارتريز وعندي ثلاثه مين ارتريز، اثنين ميجر كاروتيد انترنال كاروتيد والفيرتيبرو بازلر. انترنال كاروتيد شغلته ثلاث اخماس الاولانيين من السيريبرال هيمسفير، الفيرتيبرو بازلر ما تبقى الخمسين الورانيين السيريبيلم البرين ستيم سباينال كورد تمام، كلهم جايين من الارش اوف ذا اورتا تمام. الفيرتيبرال جاي من السبكليفيوم فيرست بارت بتاع السبكليفيوم، انتوا عارفين السبكليفيوم ثلاث اجزاء بعض اسمها سكالنس انتيريور متقسم على ثلاث اجزاء، فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت تمام. والانترنال كاروتيد ده برانش من الكومن كاروتيد، بعد كده بيدخل السكال عن طريق الايه؟ الكاروتيد كانال والديورال روف بتاع الكافيرنا ساينس. طيب لما اجي اقول بعد كده انا عايز اقسم السنترال نيرفس سيستم على الارتريز ديت، هقول ايه؟ هقول الثلاث اخماس الاولانيين دول واخدين منين؟ واخدين من الانترنال كاروتيد عن طريق برانشات انتيرير والميدل سيريبرال. طيب
الخمسين الورانيين والستيربيلم والبرينستيم والسباينال كورد واخدين من الفيرتيبر بازل ارت. يبقى الاول هبدا اتكلم على البلاد سبلاي اوف ذا سيربرال هيمسفير. مش هننسى ان الثلاث اخماس الاولانيين تبع الانتيريور سيستم والبوستيريور 1 2 5 دول تبع البوستيريور سيستم. طيب تبع انهي ارتري؟ تبع السيربرال ارتريز. يعني الانتيريور والميدل بوستيريور سيربرال اسمهم كده هما بيدوا سيربرال هيمسفير. تمام؟ طيب البوستيريور سيربرال هو ارتري واحد. انما الانترنال كاروتيد لا بيدي تو ارتريز انتيريور والميدل سيربرال. يبقى بالتالي الثلاث اخماس الاولانيين متقسمين جزء تبع الانتيريور سيربرال تبع الميدل سيربرال لكن الخمسين الورانيين كلهم تبع البوستيريور سيربرال. وهقول برضو اهميه البوستيريور سيربرال ايه لما اجي له لان هو ارتري مهم. تمام كده؟ طيب لو رجعنا تاني خدنا الاناتومي وقلت انا خدت كورونال سيكشن كده ده الثلاث اخماس الاولانيين. تمام؟ هلاقي ان انا عندي ميديال سيرفيس وعندي دورس لاترال سيرفيس وعندي انفيريور سيرفيس. تمام؟ لو قلت ان ده السيلفيان فيشر يبقى ده اللاترال سيرفيس. طيب رحت خدت كده ده الميديال سيرفيس هعرفه ازاي؟ ده اللاترال بنتركل وده الكوربس كالوزا. ده الميديال سيرفيس. ده الانفيريور سيرفيس. طيب لما نيجي للانفيريور سيرفيس لما نيجي نتكلم بعد كده في المننجيال يعني في المننجيس والمننجايتس وكده هنعرف ان انا عندي حاجه اسمها تنتوريوم سيريبيلاي. ده عباره عن جزء من الديورال فولت. تمام؟ بتيجي تفصل السيريبيلم من الانفيريور سيرفيس اوف ذا سيربرال هيمسفير لحد ما بتلاقي البرينستيم في وشها تعمل زي الفالس فورم كده حاجه كده ايه زي المنجل كده تقوم تلف حواليه كده. ده اسمها تنتوريوم سيريبيلاي. عشان كده الخمسين الورانيين من الانفيريور سيرفيس اسمها تنتوريال سيرفيس. ده اسمه ده الثلاث اخماس الاولانيين. تمام؟ يبقى الانفيريور سيرفيس متقسم جزء خلفي ده تبع البوستيريور سيريبرال اسمه تنتوريال سيرفيس. انما الثلاث اخماس الاولانيين من الانفيريور سيرفيس ده نايمين على الاوربت اسمها اوربيتال سيرفيس. يبقى الانفيريور سيرفيس في جزء اوربيتال وجزء تنتوريال. تمام كده؟ اوكي. هبص على الثلاث اخماس الاولانيين اللي هم دول كورونال سيكشن ده الدورسو لاترال سيرفيس اللي هو ده وده الميديال سيرفيس اللي هو ده اهو وده التنتوريال سيرفيس قصدي الاوربيتال سيرفيس. دول المفروض انهم متقسمين جزء منهم تبع الانتيريور سيريبرال وجزء تبع الميدل سيريبرال. نشوف الميدل سيريبرال ماشي ازاي. الميدل سيريبرال ماشي كده اهوت في السيلفيان فيشر. انما الانتيريور سيريبرال ماشي ميديال كده اهو هنا. اوكي؟ تمام. سواء الانتيريور سيريبرال او الميدل او البوستيريور اسمهم ثلاثه من ارتريز بيدوا سيريبرال هيمسفير. طب هي السيريبرال هيمسفير ديت كورتكس ومضله او كورتكس وايت ماتر وسكاتر في الوايت ماتر نيوكليا. يعني مثلا عندي هنا الانتي فورم نيوكليس عندي الكوديت عندي الثلمس عندي الانترنال كبسول. فالارتري ده مشى الميدل سيريبرال وده الانتيريور سيريبرال. يبقى كل واحد فيهم بيدي تو تايبس اوف ارتريز مش تو ارتريز نوعين من الارتريز. ارتري سوبرفيشال بتدي الكورتكس قصيره تمام او شورت ارتريز وارتريز عميقه هتدي الايه الوايت ماتر والديب نيوكليي. يبقى كل واحد من الانتيرو والميدل والبوستيرو سيريبرال بيدي تو تايبس اوف برانشز كورتيكال وسنترال. كورتيكال وسنترال تمام. الكورتيكال هي الارتريز القصيره اللي هي تحته على طول اللي هي الكورتكس. نشوف الكورتكس الاول تمام. هلاقي الخمسين الورانيين كلهم تبع مين؟ تبع البوستيرو سيريبرال تمام. وميدي حته صغيره كده اهوت على الانفيريور انش كده اهو من اللاترال سيرفيس بتاعت الثلاث اخماس الاولانيين. يعني الحته دي برضه تبعه كان بيكون هنرجع له بعدين. بوستيريور سيرفيس واخد سليم كده صغير كده من الانفيريور بارت بتاع ايه اللاترال ميديال. يبقى سهل الخمسين الورانيين دول سهلين قوي تبع البوستيريور سيريبرال سواء انا بتكلم على الميديال سيرفيس او بتكلم على الانفيريور سيرفيس او اللاترال سيرفيس. الانفيريور سيرفيس اسمه ايه هنا؟ تنتوريال سيرفيس. يبقى الخمسين الورانيين كلهم سواء دورسو لاترال او ميديان او انفيريور كلهم تبع مين؟ البوستيريور سيريبرال. انما بقى الجزء الاولاني اكيد جزء منه تبع الانتيريور جزء تبع الايه؟ البوستيريور تبع الميدل سيريبرال. تمام. نشوف بقى الاناتومي. هلاقي ان الانتيريور سيريبرال ماشي ميديالي يبقى بيدي كل الميديال ده. خلاص هنا هنا يبقى ده بيدي الميديال كله ده الانتيريور سيريبرال كل الميديال. وبيدي الميديال هاف بتاع مين بقى اسمه الاوربيتال سيرفيس وبيدي الابر انش بتاع اللاترال سيرفيس. يبقى الانتيريور سيريبرال عشان ماشي ميديالي
ثلاث اخماس طبعا الاولانيين كلهم الميديال بتاعه. يدي فوق كده يفضل يدي فوق كده اهو. يقوم يديله الربع الفوقاني او الانش الفوقاني الربع او الانش من الدورس لاترال سيرفيس والميديال هاف اوف ذا اوربيتال سيرفيس. ما تبقى تبع الميديال سيريبرال. ما عادلوش بقى غير بقى ايه الجزء ده اهوت اللاترال سيرفيس ده الدورس لاترال سيرفيس برضه بس اكسكلودنج اللور بارت ده تبع ميديال تبع البوستيريور سيريبرال. يبقى ده لو قلت ده كده يبقى ده تبع مين؟ تبع الميدل سيريبرال. ويدي اللاترال هاف بتاع مين؟ بتاع الاوربيتال سيرفيس. دي كورتيكال برانشز، احنا لسه ما اتكلمناش على السنترال برانشز. لسه ما اتكلمناش على حاجه السنترال، تمام كده؟ اللي هو الديب ارتريز بقى. تمام؟ خلاص عرفنا ده بلاد سبلاي وده سيريبرال كورتكس. تمام؟ نيجي بقى للسنترال برانشز. عشان نفهم السنترال برانشز اكتر لازم نفهم الانترنال كبسول وتركيبتها عامله ازاي. عشان نبقى نفهم القصه دي. اوكي؟ ماشي، خلينا نرسمها هنا كده. عشان بس نتخيلها ده الانترنال كبسوله هي تمام. الانترنال كبسوله لها تو سيرفيسز، في سيرفيس مواجه الدورسولاترال وسيرفيس مواجه الفنتروميديال. لكن هي نفسها لها تو ليمب، لها انتيرو ليمب وبوستيرو ليمب وجينوم. يعني الانتيرو ليمب او البوستيرو ليمب او الجينوم لها تو سيرفيسز. سيرفيس اهو ده مواجه الدورسولاترال هنا اللينتيفورم نيوكليس تمام، اللي هي في البيوتامين والجلوبال سبايس لو انتوا فاكرين احنا كناها في البيزا جانجلي قبل كده. ده الجزء الدورسولاترال اهو مواجه الدورسولاترال سيرفيس. طب اللي مواجه الفنتروميديال ده لا انتيرو بوستيريو. انتيرو دي الكوديت نيوكليس والبوستيريو ده الثالامس. يعني ده الكوديت وده الثالامس عشان متخيلينه تمام. يبقى هي عامله كده دورسولاترال وفنتروميديال بالمنظر ده. ده مواجه الكورتيكال سيرفيس اللي هو الدورسولاترال وده مواجه الفنتروميديال. هنا اللينتيفورم نيوكليس وهنا الكوديت قدام والثالامس ايه ورا تمام. لها انتيرو ليم اعرفه ازاي مواجه للكوديت، اعرف ازاي البوستيرو ليم مواجه الثالامس، اعرف ازاي الدورسولاترال مواجه اللينتيفورم نيوكليس، اعرف ازاي الفنتروميديال مواجه الكوديت والثالامس تمام. نشوف مع بعض. الميدل سيريبرال ارتري موجود لاترالي هنا اهو لاترالي وبيدي ثلاث اخماس الاولانيين ما بيديش الربع الفوقاني ولا الجزء التحتاني بيدي ده. وبالتالي السنترال برانشز بتاعته تمام هتدي مين بقى؟ هتدي الدورسولاترال سيرفيس مش كده؟ تخيلين بتاع كل الليم بتاع الانتيرو الجينو والبوستيرو الليم كله تبعه تمام؟ خلاص؟ عشان هو بيدي الانتيفورم نيوكليس والكوربس سترايتم اسمه رينتيكلو سترايت ارتري. يبقى السنترال برانش العميق بتاع الانتيبودي سيريبرال هو بيدي خلاص بقى الدورسولاترال زي ما اتفقنا والبرانشات العميقه هيدي الانترنال كبسول. هيدي ايه فيها؟ يدي كل الدورسال سيرفيس. دورسولاترال سيرفيس سواء الامتيرو او الجينو او بوستيرو. على فكره الجينو في البلاد سبلاي وفي الفايبرز تبع البوستيرو ليمب على طول. تبع البوستيرو ليمب. تمام في كل حاجه. تمام مش تبع الانتيرو ليمب. اوكي؟ هيبقى الفنترال سيرفيس ده شويه اللي مختلف. عشان ما نتلخبطش في الفنترال سيرفيس اي حاجه اولها كلمه انتيرور هتاخد من ارتر اوله كلمه انتيرور. واي حاجه اولها بوستيرور هتاخد ارتر اوله بوستيرور. طبعا نيجي نشوف الانتيرور طبعا ده الفنتروميديال تمام بتاع الايه الانتيرور ليمب واخد من الانتيرور سيريبرال ارتري. من الانتيرور سيريبرال ارتري اللي هو ماشي ميديال هنا. خلاص؟ عن طريق ارتر اسمه هوبنا الارتري. يبقى السنترال برانش او الكابسولار برانش بتاع الميدل سيريبرال اسمه الانتيكلو سترايت والسنترال برانش او الكابسولار برانش بتاع الانتيرو سيريبرال اسمه هوبنا الارتري تمام. طيب نيجي بوستيريو اللي كده هنقسمه تاني انتيرو بوستيريو. احنا قلنا اي كلمه او حاجه اقولها انتيرو تاخد من الارتري او الانتيرو. الانتيريور بارت اوف ذا بوستيريور ليمب واخد من الانتيرو كرويدر. الانتيرو كرويدر اللي كان ماشي هنا احنا قلنا هو بيطلع ثلاثة ارتس بوستيريور كوميونيكيتنج وانتيريور كرويدال وير اوف ثالميك ارتري تمام. ده تبعه. طب البوستيريور اوف ذا بوستيريور كلها بوستيريور واخده من البوستيريور سيريبرال عن طريق ارتري. هو اهميته بقى ها مش انه بيدي البوستيريور بارت اوف ذا بوستيريور ليم لان دي مش الفايبر فيها ماشي فيها مش مهمه. عن طريق اللي بيدي الثالاموس اسمه ثلامو جينيكلوت ارتري تمام. يبقى البوستيريور سيريبرال عشان هنرجع له تاني. البوستيريور سيريبرال ارتري ده له طبعا له علاقه بالبلاد سبلاي بتاع السيريبيلم هنقوله دلوقتي والبرينستيم وكده. لكن لحد دلوقتي هو اهميته انه بيدي الخمسين الورانيين والانفيريور بارت بتاع اللاترال سيرفيس
واهميته ان هو بيدي الثلاموجينيكريت ايه؟ ارتري، ما ننساش، تمام؟ واهميته الاكبر انه بيدي حاجه اسمها سيريبرال بدانكلز. السيريبرال بدانكلز هي البدانكلز اللي بتربط السيريبرال هيمسفير بالبرين ستيم. يعني اي حاجه طالعه او نازله بيرمي ده كله ماشي عن طريقه برضه، يعني اهميته عشان هنرجع له بعد كده انه بيدي السيريبرال بدانكلز. تمام؟ طيب عشان برضه نكمل الصوره، الانتنال كبسول دي اير فايبرز اللي ماشيه فيها. عشان نبقى عارفين البلاد سبلاي ده لما يتضرب الارتري يعمل ايه. طبعا كل الفايبرز اللي داخله او خارجه من السيريبرال هيمسفير لازم هتعدي عليه، بس نشوف الفايبرز الاهم. تمام؟ هناخد البيراميدال تراكت الاول. هو البيراميدال تراكت او البيراميدال سيستم على مستوى السيريبرال كورتكس ريبريزنتد ابسايد داون. جسم ابسايد داون مرتكز بركبته على الابر بوردر وبقيه الليج والفوت موجودين على الميديال سيرفيس. انما هنا ريبريزنتد كسويمنج بيرسون، واحد بيعوم. كانه بيعوم بالظبط كده. تمام؟ مش بس بيعوم، هلاقي ان الثمب محطوط في الانجل اوف ذا ماوث. لان هيجي لك عيان كتير يقول لك انا بشتكي، تمام؟ من ويكنس اذا كان كابسولار يعني في الانجل اوف ذا ماوث والثمب. كده هو عامل كده زي ما عمل كده بالظبط كده كانه بيعوم. بحيث ان الهيد والنيك والترانك تمام والابر ليمب موجود او الابر بارت اوف ذا تشيست والابر ليمب موجود انتيريورلي وبقيت بقى اللور ليمب بقيت الترانك موجود ايه بوستيرو. احنا قلنا الجينو تبع البوستيرور ليمب. خلاص ما تنساش انه حاطط صبعه ده اهو الثمب ده في الانجل اوف ذا ماوث المنظر ده في الحته دي كده. تمام؟ بقيه الفايبرز المهمه ماشيه بقى بوستيرورلي. هنا طبيعي كل السنسور راديشن. فاكرين بقى احنا قلنا سكند اوردر نيورون بيعدي على الثالاموس لو انتوا فاكرين القصه دي. كله لازم يبقى بقى السنسور راديشن موجوده بوستيريور والاوبتيك راديشن والاوديتوري راديشن كلها. بس الموست بوستيريور بارت اللي هو البوستيريور اوف ذا بوستيريور اللي واخد من الثالاموجينيكوليت مش ماشي فيه فايبر مهمه. ده اهميته انه بيدي الثالاموس. تمام؟ لكن الفايبرز المهمه تبع الانتيريور كورويدر. تمام؟ طبعا الجزء ده ويت سينج ان اي تراكت يتضرب في اي منطقه يعمل نفس الليجن. يعني لو انا ضربت بيراميدال هنا زي ما اضربه هنا زي ما اضربه هنا تفرق ايه؟ مش هتفرق في حاجه. تمام؟ بس انا متخيل بلاد سبلاي كل 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 الحاجات كلهم انتير كروي كل السنسور راديشن سواء كومن او سبيشال سنسيشن كلهم تبعه مش تبع الثلاموجينيك. الثلاموجينيك اهميته بيد الثلامس وده مش حاجه قليله. دي مش حاجه قليله يعني حاجه مهمه. لو الثلامس الثلامس الضرب ده الثلامس فيه فوايد كتير احسن مش هتكلم عليه دلوقتي. ده ثلامس بلوه سوداء يعني. طيب يبقى انا كده اديت بلاد سبلاي لمين؟ للسيربال هيمسفير سواء من الكورتكس او السب كورتكس اللي هو السنترال او الكابسولار برانشز او الانترنال كابسول. طيب مين اللي لسه ما خدش بلاد سبلاي عندي؟ السيربيلم والبرين ستيم والسباينال كورد من غير حاجه فيرتبرو بازل ما عادش غيره. نشوف مع بعض. نبدا بالسباينال كورد. التو فيرتبرال ارتريز بيفضلوا ماشيين مع بعض كده موازيين في المظله لحد ما يجي عند البونز يكون البازلر ارتري. طيب في اثنين انتيريور سباينال ارتري وفي اثنين بوستيريور سباينال ارتري. ايه الفرق بين الانتيريور والبوستيريور؟ الاثنين طالعين من الفيرتبرال. بالظبط بالظبط بالظبط. الاثنين انتيريور بيتحدوا مع بعض عند الابر بارت بتاع السباينال كورد او المظله يعملوا 1 ميد لاين ارتري. انما التو بوستيريور سباينال يفضلوا هم اثنين بوستيريور زي ما هم. تمام؟ يعني الانتيريور بيبقوا اثنين لحد اللور اند اوف ذا مظله والابر اند اوف سباينال كورد يبقى ارتري واحد. بيدي ايه بالظبط؟ الانتيريور لاترال بارت اوف ذا سباينال كورد. انما البوستيريور سباينال بيدي البوستيريور بارت. طب ايه اللي ماشي انتيريور وميديال ولاترال؟ البيراميدال ماشي لاترال. لكن في البرين ستيم ماشي ميديال. برضه عشان نيجي للسبلاي هو ماشي في السباينال كورد لاترال. حتى تسمعوا حاجه اسمها لاترال سكليروزز. لاترال سكليروزز يعني سكليروزز اوف ذا بيراميدال تراكت اللي هو اللاترال بارت بتاع السباينال كورد. تمام كده؟ طيب ماشي قدام الفنترال سباينو ثلاميك تراكت. انا بقى طبعا في قدامه ورا ويمين وشمال كده الاكسترا برا مش هتكلم عليه دلوقتي. الفنترال ده شايل ايه؟ شايل جزء من الكروت تاتش. من الكروت تاتش باي لاترال ريبريزنتد. لو انتوا فاكرين. تمام كده؟ طيب بوستيريو اللي ماشي ايه؟ ماشي الجراسيلاندي كونييت اللي هو واخد كل الديب سنسيشن وجزء من الكروت تاتش وما ننساش كمان حاجه مهمه الفاين تاتش. خلاص كده؟ طيب عايز برضو انوه لحاجه. ابتداء من ميد ثوراسيك 6 وانا نازل
في ارتس اسمهم لامبر ارتريز، دول جايين من الابدومينال اورتا، دول برضه بيكونتريبيوت في السبلاي بتاع السباينال كورد، وده اللي بيفسر ان في الديسكتنج اورتيك انوريزم يحصل بارابليجيا. يعني في الديسكشن بيحصل بارابليجيا لان هو بيشير في البلاد سبلاي اوف ذا سباينال كورد، ده من الميثوراسيك وانا نازل. ده برضه جزء من اللامبر ارتريز، دول جايين من ايه؟ من الابدومينال اورتا. خلصت من البلاد سبلاي بتاع مين؟ بتاع السباينال كورد. بقينا السيريبيلم والبرين ستيم، ناخد السيريبيلم. السيريبيلم بيطلع ارتريز باسمهم، اسمهم سيريبيلر ارتريز. نشوفهم مع بعض. واحد مهم جدا طالع من البرتبرال ارتري، تمام؟ اسمه بوستيريور انفيريور سيريبيلر ارتري. تمام؟ ده بيدي السيريبيلم وبيدي اللاترال بارت اوف ذا مدلة اوبلونجاتا. تمام؟ طيب بعد كده عندنا اثنين انتيرو سباينال سيريبيلر ارتري. ده على فكره عشان قبل ما انسى، انا عندي انتيرو وميدل وبوستيريور ايه؟ سيريبيلر ارتري. عندي المره دي بقى سيريبيلر ارتريز مش سيريبيلر. البوستيريور انفيريور ده خلاص قلناه. طيب في بقى الانتيريور سوبيريور والانتيريور انفيريور، مش كده ولا لا؟ تمام؟ دول طالعين من البازل ارتري، وساعات الانتيريور سوبيريور بيطلع من الايه؟ السيريبيلر ارتري او البازل ارتري، لكن هم في الغالب الاثنين بتوعهم البازل ارتري. دول بيدوا ايه؟ بيدوا السيريبيلا واللاترال بارت بتاع الميد برين واللاترال بارت اوف ذا بونز. بحيث الانتيريور سوبيريور بيدي اللاترال بارت اوف ذا ميد برين، والانتيريور انفيريور لاترال بارت اوف ذا بونز، والبوستيريور انفيريور لاترال بارت اوف ذا مضله. خلاص؟ لكن كلهم بيدوا مين؟ السيريبيلا. هنلاقي ان اللاترال بارت اوف ذا برين ستيم الشير سبلاي بلاد بتاعته حاجه بيسموها ايه؟ مضلري ارتريز او لاترال مضلري ارتريز. تمام؟ الارتريز دي برضه بتشير في السبلاي بتاع اللاترال بارت اوف ذا برين ستيم. طيب الميديال بارت اوف ذا برين ستيم ده بياخد منين؟ ارتريز صغيرين اسمهم باراميديان ارتريز. باراميديان 6 ل 12 ارتري، جزء منهم طالع من الفيرتبرال وجزء طالع من البازلر ارتري، بيدوا الميديال بارت اوف ذا برين ستيم باراميديان 6 ل 12 ارتري. يبقى لازم نقول ايه الحاجات اللي ماشيه ميديال وايه الحاجات اللي ماشيه لاترال. كرينيال نيرف قلنا البيورلي موتور 3 و4 و6 و12. نيجي للتراكتات، اول حاجه كانت اسمها ميديال، ميديال لمنسكس ده الكونتينيويشن بتاع مين؟ بتاع الجلاسيلاندي كوني تراكت. جميل. والميديال لونجيتيودنال باندل، تمام؟ اللي هو بيكوميونيكيت يمين وشمال، كورجوت موفز بتاع النيكو بتاع التانجو بتاع الاي بتاع الكلام مع بعض يعني، خلاص كده؟ ايه؟ او البيراميدال تراكت. يبقى البيراميدال تراكت كرينيال نيرف 3 و4 و6 و12، الميديال لونجيتيودنال باندل والميديال لمنسكس. اللي ما قلوش بقى يبقى موجود لاترال. السيمباتيك كيتشين وبقيه الكرينيال نيرف بقى واللاترال لمنسكس والسباينال، كل ده موجود لاترال. عشان نبقى فاهمين اهو ازاي بلاد سبلاي ده. خلاص كده؟ تمام. هنرجع للكافيرنا ساينس. الكافيرنا ساينس داخل فيها هي ساينس يعني دايليتد كابيلاريز، يعني هي في الاخر كابيلاري. تمام؟ جواها ارتري وجواها ايه كمان؟ الكرينيال نيرف بتوع العين ثلاثه واربعه وسته والفيرس والسكند ديفيجن بتاع التراجمنا النيرف. يعني ده برضه هنتكلم عليه بعد شويه. خلاص كده واضح الكلام؟ اوكي. كده انا خدت فكره عن البلاد سبلاي. طيب السايت وانستموزس كولاترالز. اول حاجه واهم حاجه مين؟ السيركل اوف ويلز، ودي مهمه جدا هنتكلم عليها كتير بعد كده. طيب انا هنيجي للكورتيكال برانشز. الكورتيكال برانش بتاع الانتيرو سيريبرال بتاع الميدل سيريبرال بتاع البوستيرو سيريبرال، مش كده؟ تمام. هنا بقى في انستموز ما هو ووتر شيت زون اريا. ووتر شيت زون اريا من الاماكن الحساسه جدا اللي هي ساعات بقى ايه هتاخد من ده ولا من ده، اسمها الووتر شيت زون اريا. بعد كده لو انا جيت خبت الاكسترنال كاروتيد ارت، احنا قلنا الكومن كاروتيد لحد الكريكوثايرويد بيقوم داخل انترنال واكسترنال. الاكسترنال كاروتيد ارتري له اكسترا كرانيال كوميونيكيشن مع الفيرتبرال ارتري وله مع الاوفثالميك ارتري في الاوربت. كل الكلام ده لازم نتخيله عشان نجلس بلاد سبلاي عشان نجلس الليجن. يبقى عندي اربعه سايتس وانستموزس، تمام؟ عندي المنطقه ديت السيركل اوف ويلز، عندي الووتر شيت زون اريا، وعندي الحاجه بتاع اكسترنال كاروتيد ماشي مع الفيرتبرال كانستموزس وماشي مع الاوفثالميك ارتري اللي هو برانش برضو من الانترنال كاروتيد بس ده في الاي. تمام. قبل برضو ما ادخل على السندرومز وكده لازم نبقى عارفين ان الجري ماتر بياخد بلاد سبلاي اعلى من الهوايت ماتر. قد ايه تقريبا؟ في فرق بين ان هو محتاج ايه وفي فرق ان هو بيجي له قد ايه. هو بيجي له اكشوالي جري ماتر 70 مللي لكل 100 جرام تيشو لكل دقيقه.
يعني الجري ماتر ده بيجي له بلاد سبلاي 70 مللي لكل 100 جرام تيشو لكل دقيقه، الهوايت ماتر 40. هو الحقيقه الجري ماتر مش محتاج ال 70، هو محتاج سي 50. يبقى انا عندي حاجه اسمها ريزيرف هتكلم عليه بعد شويه حوالي 20 او 30. عشان نفهم التي اي اي، عشان نفهم التي اي دي بتيجي ازاي. تمام؟ هو بيجي له كذا لكن هو مش محتاج كل ده. تمام كده؟ يبقى لازم دايما ربنا بيخلق ريزيرف في كل حاجه. طيب. بعد ما اتكلمنا على البلاد سبلاي، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده على الاناتومي ورجعنا ايه الحاجات الموجوده في السباينال كورد، امتيريور وبوستيريور ولاترال برين ستيم كي ايه، السنتر طبعا دي قلناها قبل كده وشرحناها بالتفصيل وهنرجع نقولها تاني برضو مع الليجنز. بس قبل ما نتكلم بقى على الليجنز، تمام؟ هتكلم على حاجه مهمه والمره الجايه بقى نتكلم بالتفصيل على الليجنز. لو قال لي كلاسيفاي السيريبروفاسكولار سيندرومز، انا عايزك بقى تقسم لي كده يعني ايه سيريبروفاسكولار سيندرومز، العيان ده اللي عنده مشكله في البلاد سبلاي ده يبقى ايه الاعراض بتاعته او ايه المانيفستيشن، عشان نفهم ده نيجي للكلاسيفيكيشنز الاهم اللي هي ما اعتقدش انها مكتوبه في كتب تاني غير الكتاب بتاعي. لما نيجي نتكلم على البلاد على السيريبروفاسكولار سيندروم، لا اما بتكلم على اسكيميا لا اما هيموريج. خلاص؟ طيب نيجي للهيموريج كده، في فرق بين سيريبرال هيموريج وفي فرق بين انترا كرينيال هيموريج. الانترا كرينيال هيموريج من بره لجوه. اخد المننجيز الاول، انا عندي البي ميتر والاركنود والديوره. طيب ما بين السكال وما بين الديوره اكسترا ديورال هيموريج. تحتها سب ديورال هيموريج. تحتها سب اركنويد وده مهم جدا، سب اركنويد ده بالنسبه لنا ده من الحاجات المهمه جدا في النيورولوجي. بعد كده هقوم داخل على البارينكيمال هيموريج او الهيموريج في البارينكيما اوف ذا برين. بعد كده هدخل على الفنتريكولار هيموريج. يبقى عندي خمس انواع من الانترا كرين، اكسترا ديورال سب ديورال، دول غالبا تروماتيك وسيرجيكال. تمام؟ السب اركنويد دي بتاعتنا احنا، السيريبرال هيموريج ده بتاعنا، البارينكيمال هيموريج ده بتاعنا، وبعدين الفنتريكولار هيموريج. هنركنه على جنب واسبابها وكده هنركنه على جنب. ناخد السكيم لا اما جنراليزد لا اما لوكاليزد. تمام؟ لا اما الاسكيميا دي فوكال واخده ارتري محدد، لا اما ديفيوز جلوبال. كل واحده فيهم ترانزيانت وبيرمننت. نيجي نشوف النون كريتشر. واحد قاعد كويس وفجاه حصل له ترانزيانت جلوبال سيربرال اسكيميا، بلاد سبلاي لكل البرين قل، قعد نص دقيقه دقيقه وفاق. ده اسمه سينكوب. تمام؟ السينكوب اللي هو ترانزيانت لوس اوف كونشسنس ديو تو ترانزيانت جلوبال سيربرال اسكيميا. خلاص؟ تمام؟ هنقوله هنتكلم عليه. لانه لو طول يموت. تمام؟ طيب جنراليزد بس بيرمننت الاثروسكليروسس. تمام؟ جنراليزد اهو بس بيرمننت طبعا بس ستوري بروجريسنج وبطيء ومش كده يعني له اعراض هنتكلم عليها بس هنتكلم في النومن كريتشرز. ترانزيانت ولوكال ارتري محدد بوستيريور سيريبرال انتيريور ميدل سيريبرال فيرتبرال ارتري محدد حصل في اسكيميا قعدت دقائق قعدت ايام وعدت بدون ما تسيب بيرمننت افكت. اذا قعدت اقل من 24 ساعه اسمها ترانزيانت سكيميك اتاك. طولت لحد 72 ساعة ولكن ما سابتش افكت اسمها ار اي ان دي ريفرسبل اسكيميك نيورولوجيك ديسابيليتي. الاثنين ما فيهمش بيرمننت افكت بس عشان اقول تي اي اي لازم اقل من 24 ساعة، انما الاثنين فوكال والاثنين ترانزيانت والاثنين ريكارنت والاثنين ما فيهمش فوكال ايه بيرمننت دامج. بس هي لو طولت اكتر من 24 ساعه وبرضه فكت بدون ما تسيب بيرمننت افكت ما اسمهاش تي اي اسمها ريفرسبل اسكيميك نيورولوجيك ار اي ان دي. تمام كده؟ ده الايه ترانزيت. البيرمننت اللي هم الاستروك. تمام؟ طيب لما اقول فلان جاله سيريبرال استروك ايه المقصود بالاستروك؟ عباره عن اكيوت بيرمننت نيورولوجيكال ديفيسيت ديو تو فوكال فاسكولار ديزيز. تمام؟ لازم يكون فوكال وفاسكولار ولازم حته محدده ولازم يكون اكيوت وبيرمننت وساب افكت. ممكن يبقى هيموراجيك ستروك وممكن يبقى اسكيميك ستروك. هيموراجيك ستروك احنا مقصود بيها عندنا مين؟ السب اراكينويد او السيريبرال هيموراج. طيب اللي مقصود بقى في الاسكيميك ستروك الانفاركشن ستروك او الاوكلوسيف ستروك سواء ثرومبس او امبولس. خلاص كده تمام كده؟ يبقى احنا اتكلمنا الاول عن نومنكليتشرز تسميات. نشوف كل واحد فيهم نتكلم عليه شويه. شويه النهارده هتكلم على الجنرالايزد والمره الجايه نتكلم على اللوكالايزد. تمام كده؟ ميكرو جنرالايزد. اول حاجه السينكوب. ايه تعريف السينكوب؟ ان عيان كان قاعد في امانه الله جاله ترانزيانت لوس اوف كونشسنس سببها ترانزيانت جلوبال سيريبرال اسكيميا. وهي احد الديفرنشال دايجنوز ان شاء الله فيما بعد هنقولها بالتفصيل ان شاء الله اسمها دروب اتاكس.
الكرنت دروب بتاعك يقوم واقع انكونشس من ضمن الديفرنشال سينكو. طيب ايه اللي بيخلي فجاه البلاد سبلاي البرين يمين وشمال وقدام ورا كله فجاه يقوم واقع؟ نشوف. اول حاجه لو كارديك اوتبوت اللي هي الهايبوكس احنا بنعمل شويه، لا اما كواليتيتيف لا اما كوانتيتيف. الكواليتيتيف الساينوزز والانيميا، سنترال ساينوز طبعا والانيميا، تمام لو كانت سيفير. طب نيجي للكوانتيتيف الكميه، ايه اللي يخلي الهارت ما يطلعش بلاد مره واحده كده؟ كاردياك سينكو، نقص الفيلنج، نقص الامتنج اوبستراكتيف ليجن. نقص الفيلنج انا عايز حاجه اكيوت وترانزيانت. اول حاجه الكاردياك تامبونات. الحاجه الثانيه السيفير تاكيكارديا. التاكيكارديا بتاكل من الدايستول ما بتخليش الفيلنج كويس، سيفير برولونج تاكيكارديا. طب امتى التاكيكارديا تعمل نورمال هارت وديزيز ذا هارت؟ لو نورمال هارت اكتر من 160 اكتر من 24 ساعه. طب ديزيز ذا هارت، واحد اوريدي عنده هارت فيل، اوريدي عنده اوبستراكتيف ليج، اوريدي عنده سنترا، عنده اوبستراكتيف ليج، عنده مثلا اورتيك ستينوزس، اي ديوريشن باي ريت، تمام؟ بمعنى اخر ما بتعتمد بقى على البري بيسميه البري موربيد ستيت، هو الهارت كان قبل كده شكله ايه، تمام؟ فهيقعد قد ايه عنده تاكيكارديا ومده قد ايه والليفل قد ايه، دي بتعتمد على الاندرلاين كاردياك بروبلم. طيب ده اللي الهارت ما بيملاش، طب ما بيفضيش. اول حاجه السيفير باراديكارديا انكلودنج كاردياك ارست، بعد كده الايه؟ الاكيوت هارت فيلر، الاكيوت هارت فيلر. اوبستراكتيف ليجن على راس القائمه الاورتيك ستينوز، من هنا لمليون سنه مش المايتر ستينوز، اخوه على الناحيه الثانيه بس ولو انه رير بالمونر ستينوز. لكن الاستينوتيك ليجن على مستوى الاي في فالفز تمام مش كومون تعمل زي المايتر ستينوز، مش كومون يعمل سينكوب الا اذا كان معاه حاجه تانيه تساعده، مع اي اف مثلا تمام، مع بولان فالف ثرومبس، مع حاجه كده تساعده، تمام كده اوكي. طيب في الاوبستراكتيف ليجنز برضو ما ننساش السيفير بالمونري هايبرتنشن وبالمونري امبوليزم، دي كلها اوبستراكتيف ليجنز ممكن تيجي. يبقى اول حاجه لو كاردياك اوتبوت سينكو، تاني حاجه بوستشرال هايبوتنشن، ان عيان نايم اول ما يقف يحصل رابيد دروب للسيستوليك بلاد بريشر ب 20 او ناس تقول 30 او اكتر. الطبيعي اما اكون نايم واقف ايه اللي بيحصل؟ الطبيعي ان الايه الفينوس ارتيرن هيقل بالجرافيتي. طب انا عايز احافظ على الفينوس ارتيرن ده لازم اعمل سيمباثيتك اوفر درايف، تمام؟ فبيحصل ايه المفترض يعني؟ ان المفروض الفيلنج اوف ذا هارت يقل، الكارديك اوبوت يقل، فالسيستوليك بلاد بريشر يقل، ده الطبيعي انه يقل، لكن الدايستول يعلى عشان السيمباثيتك اوفر درايف، ده الطبيعي. بس يقل قد ايه؟ المفروض ما يقلش لحد 20، لو قل اكتر من 20 يبقى انا دخلت بوشر هايبوتنشن. طيب ايه اللي بيمنع ان البني ادم ما يقف ضغطه ما يطاش قوي؟ اول حاجه سيمباثيتك اوفر درايف. يبقى لو انا عندي سيمباثيتك نيوروباثي، الاوتونوميك نيرفوس سيستم قلنا وهنتكلم عليه بعد كده، الهاير سنترال هايبوثالامس، يبقى ممكن الهايبوثالامك ديس اوردرز تجيب عشان نتخيل الاوتونوميك نيرفوس سيستم ماشي ازاي، تمام؟ انكلودنج امراض ديجنريتيف كتيره اسمها شاي دراجر سندروم والمالتيبل اورجان فيلير ومش عارف ايه وكده، يعني الحاجات اللي هي الهايبوثالامك ديس اوردرز. البرين ستيم طبعا ماشي ينفع، سباينال كورد طبعا، كل دي حاجات. طيب خرج من السباينال كورد عن طريق اللاترال هورن سيل، لوبري جانجليونيك وجانجليونيك وبوست جانجليونيك. طيب على مستوى البريفرال نيرف، كل البريفرال نيوروباثي تعمل، بس في امراض مشهوره بتعمل اوتونوميك نيوروباثي وهناخدها بعد كده بالتوصيف. لا ناخد مثلا الدايبيتس على سبيل المثال، الاميليدوزز، البورفيريا، الالكوهوليك، تمام؟ دي كلها حاجات مشهوره ان هي بتاخد الاوتونوميك نيرف سيستم. طب في حاجات ممكن تاخد الجانجليا زي الجانجليون بلوكرز، او ممكن دراجز زي الادرينوليتك دراجز، السيمباثوليتك دراجز كلها، سبيشال الفا بلوكرز، دي كلها حاجات ممكن تعمل بشر هايبوتنشن. طيب ايه كمان يعمل بشر هايبوتنشن؟ لو انا عندي هايبوفوليميا، لو انا جيت لموضوع الهايبوفوليميا، لو انا فقدت 10% من البلاد فوليوم بتاعي، يعني انا مثلا عندي 5 لتر فقدت نص لتر، تمام كده؟ مفيش اي حاجه تحصل خالص، مش الموضوع مش مفيش اي حاجه، مفيش اي تشينجز. من 10 ل 20 يحصل بوشرال تشينجز. يعني العيان مثلا عنده انترنال هيموريج ومش باين عليه، اول ما يقف يبقى سويتي ويبقى هايبوتنسيف، عنده تاكيكارديا وكده، طول ما هنا مفيش اي مشكله. اكتر من 20% شوك تاتريست، هو نايم قدامي كده. لو انا فقدت من 10% ولا اي حاجه، واحد برع بالدم خد نص لتر ولا اي حاجه روح. 10 20% بشرة من ضمنها البشرة الهايبوتنشن. تمام؟ طيب او سيفير هايبوفوليميا نتيجه فوميتنج، نتيجه دايريا، نتيجه دايريتكس، عم بياخد دايريتكس فتره طويله، دي كلها حاجات ممكن تعمل سيفير هايبوفوليميا. طب ايه كمان برضو اللي بيعمل بشرة الهايبوتنشن غير كده؟ ايه اللي ممكن؟ اي برولونج بيدريست. ليه البرولونج بيدريست يعمل؟
لان المصل اكت از بريفرال هارت، المصل دي بتكونتراكت، فلما بنام فتره طويله بيحصل ريلاكسيشن للمصل او لاكسيتي اوف ذا مصل، فما بتعملش بريفرال بامبنج. عشان كده اي واحد ينام فتره طويله في السرير يقف لازم يدوخ، دي اسباب البوشر الهايبوتنشن. يبقى تاني السينكوب اول حاجه اللو كاردياك اوتبوت، تاني حاجه البوشر الهايبوتنشن، تالت حاجه اكسسيف فيجر ستيميوليشن. اكسسيف فيجر ستيميوليشن قد تيجي سيمبل فينت اللي هي البازوفيجال، في ناس لما تشوف منظر دم تتضايق تتنرفز تشوف حاجات تقوم على الارض، ده منظر ده شكل تمام. الحاجه الثانيه كاروتيد ساينس سيندروم ده برضو فيجا. الحاجه الثالثه حاجه اسمها ميكتوريشن سينكوب تمام، سترينجال ميكتوريشن او التصف سينكوب، دي برضو اكسسيف فيجال ستيميوليشن. دي كلها حاجات او ساعات الجلوسوفرانجيال نيورالجيا، الجلوسوفرانجيال نيورالجيا تمام، لما يجي يبلع يجي له سينكوب، يبقى في ناس لما كح، في ناس ميكتوريشن، في ناس مع ديجلاتيشن، ثلاث انواع من السينكوب، جلوسوفرانجيال او تصف سينكوب او ايه ميكتوريشن سينكوب، كل دول برضو انواع. اخر نوع من السينكوب السيريبرال سينكوب. السيريبرال سينكوب هنقول بالتفصيل بعد كده ان شاء الله مع الكومبليكيتد ميجرين، ده بيحصل برضو نوع من انواع الميجرين، ده حصل معايا اكتر محاضره على كده في الميجرين، ممكن يجي بالمنظر ده تمام، فده برضو من ضمن الايه المانيفستيشنز بتاعته او من ضمن الكوز بتاعته. طيب ده السينكوب. السينكوب العيان هيقع انكونشوس غالبا بين تمام، طبعا لو طول بقى يبقى قصه ثانيه، هو غالبا ترانزيانت، لو طول هيدخل بيرمننت ديفكت. ما ننساش برضو بس الكلام ده مش هقدر اقوله دلوقتي قوي، انه بيتشابه شويه مع الابيليبسي، وخصوصا ان لو السينكوب طول هو نفسه يجيب ابيليبسي، فعشان كده تمبورال ريليشن بتوين ذا فول اند ذا فيتس. لو قال لك لا ده انا جالي الفيتس وقعت على الارض، يبقى غالبا ده البرايمري ديزيز كان ايه، كان جالي الفيت. لكن لو قال لك انا وقعت بعديها او اتنين طبعا اللي حواليه هيقولوا جالي الفيتس، يبقى جالي كان سينكوب وقلب بايه؟ بكونفولجنز. وبعد شويه هيجي له انكونتنس اوف ذا يورين وبتاع، بس هو لان دي سيريبرال هايبوكسيا ينفع يجي له فيتس؟ اه ينفع يجي له فيتس مش كده؟ تمام. ندخل بقى الثاني جنرالايز بيرمننت الاثروسكيروس. طبعا عشان نتكلم على الاثروسكيروس كموضوع هنتكلم عليه في الكارديولوجي بالتفصيل ان شاء الله، الريسك فاكتورز بتاعته انتوا كلكم عارفين ان في نون موديفايبل وفي موديفايبل ريسك فاكتور، وفي حاجات تراديشنال وحاجات نون تراديشنال، قصه طويله مش هندخل فيها دلوقتي. يعني الاثروسكلوز اسباب كتيره والباثوفيسيولوجي بتاعته والميكانيزم وهو الكلام ده مش موضوعنا النهارده، لكن اللي يهمنا النهارده اكتر ايه هو الكلينيكال بريزنتيشن اوف سيربرال اثروسكلوز تمام. اولا عيان عنده ريسك فاكتور، سواء الريسك فاكتور ده ان هو ميل، سواء انه اولد ايج، سواء انه عنده فاميلي هيستوري، سواء انه دايابيتيك، سواء انه او بي، سواء انه هايبرتنسيف، سواء بقى ان هو عنده هيموسيستينوريا، مش عارف وات ايفر بقى التراديشنال ريسك فاكتور او نون تراديشنال، اسباب كتيره جدا تمام كده. طيب وما ننساش برضو من اسباب الاثروسكليروز الكورونا كيدني ديزيز، ان الكومن سكوز اوف ديث كورونا كيدني ديزيز هي الاثرو، هي برضو كارديو فاسكولار تمام، ده ريسك فاكتور لوحده كورونا كيدني ديزيز دي، بس ده عشان ده مش موضوعنا النهارده مش هتكلم فيه قوي. اعراضه ايه بقى؟ اولا ممكن يبقى توتالي اسيمبتوماتيك ولا عنده اعراض ولا اي حاجه، او ممكن ان هو يجي بترانزيانت اسكيميك اتاك تي اي، هنشرحه دلوقتي دي احد اعراضه، او ممكن ان هو يجي اون توب اوكلوسيف سيندروم يتقفل ثرومبس اون توب، دي احد اعراض، او ممكن يجي باللي انا بقوله بقى ترانزيانت ايه عايز مش ترانزيانت بيرمننت جلوبال سيريبرال اسكيميا. بيحصل حاجه شهيره جدا اسمها فاسكولار ديمنشن تمام، دي اهم اعراض الديفيوز جلوبال سيريبرال اسكيميا تمام، اللي هي جراديوال مش الاكيوت طبعا زي السينكوب. حاجه ساعات كانوا بيسموها سينايل ديمنشيا، اللفظ ده اتغير شويه اسمه فاسكولار ديمنشيا تمام، ده احد اسبابه، لكن ده منتال تشينج. لكن هو ممكن يجي اورجانيك، اه ممكن يجي بيراميدال، ممكن يجي اكسترا بيراميدال. احد اسباب الاكسترا بيراميدال الشهيره الباركنسونيزم، الاثروسكليروتيك باركنسونيزم تمام، يجي سيريبيرلار ليجي يجي ابيليبسي كارنت اتاكس وابيليبسي، دي كلها صور الاثروسكليروسيس تمام كده. طبعا الاثروسكليروزز عشان اشخصه اولا عيان عنده ريسك فاكتور، بعد كده عليا ان انا اشوف الارتري واتاكد انه عنده اثروسكليروز. طبعا الارتري الوحيد اللي بيتشاف هو السنترال ريتينال ارتري، فممكن الفاندس يشوف تمام كده، او ممكن ان انا اعمل ايمجنج للارتري نفسه بقى بدوبلر تمام، بالسي تي انجيو ام ار اي، الكلام ده برضه هنقوله بعد كده تمام، والتريتمنت مانجمنت هنقوله برضه بعد كده مش هنقوله النهارده، بس النهارده بس في التقسيمه بس. نيجي بقى لللوكالايزد، اللوكالايزد ترانزيانت وبيرمننت. الترانزيانت لا اما 24 ساعه فما اقل يبقى انا دخلت في تي اي اي، اكتر دخلت في ريفرس اسكيميا. ايه بقى الموضوع؟ ايه بقى اللي يجي له اتاكس اوف اسكيميا تروح وتيجي ومش عارف ايه ويفك وكذا كده؟ طبعا دي غالبا بريمونوتوري، دي مقدمه انه هيجي له فيما بعد انفاركشن ستروك او هيجي له بيرمننت اسكيميا بعد كده، فلازم ناخدها بقى بايه؟ يعني بحذر شديد، وهنتكلم بعد كده على المانجمنت بتاع بس مش موضوعنا دلوقتي.
طب ايه القصه؟ بيقولوا غالبا العيان ده عنده اثروسكليروسس. هنرجع لانا قلته بقى الجري مطر محتاج 70 والهوايت مطر 40، مش محتاج، قصدي هو ده اللي بيوصل له، بس هو محتاج اقل من كده. فلو عيان عنده اثروسكليروسس تمام، وال 70 دول بقوا مثلا 55، وهو عند ال 50 هيجي له اسكيميا، بقى الريزيرف بتاعه قليل ولا لا؟ فاي هزه في البلاد سبلاي تجيب له الاسكيميا. لكن لو انا شخص طبيعي والريزيرف 20 او 30، حتى البلاد سبلاي قل هيقل في الرينج اللي هو الطبيعي بتاع الريزيرف، مش هيحصل لي حاجه. طيب ايه اللي يخلي بقى البلاد سبلاي فجاه يقل؟ هو اصلا جيبردايزد كومبرومايز، اصلا البلاد سبلاي ما كانش كويس، بس ما كانش باين في الظروف العاديه. تمام، في نظريتين، لا اما لو فلو ثيوري لا اما امبوليك ثيوري. اللو فلو بقى فيها زي من الامبوليك، اللو فلو الريكرنس ريت بتاعتها اعلى كتير، ممكن تحصل فيهم 3 4 مرات، انما الامبوليك ممكن مثلا شهرين مره. تمام، اللي بتطول قوي الامبوليك، واللي ممكن بعد كده تقلب ببريمنت اسكيميا. تمام كده، لكن لو العيان بيجي في يوم 3 4 مرات وفتره قصيره وبيفوق منها كل شويه، غالبا دي فلو. طب ايه بقى اللو فلو ده؟ اول حاجه هايبوتنشن، ضغطه يقطع. تمام كده، انكلودنج حاجه مهمه جدا ان العيان يحصل له دي هايدريشن سبيشالي في السمر ويذر، لان فوق 55 سنه الثيرس سنتر ما بيشتغلش، مش هيحس انه عطشان. اذا ما كانش بلانترلي هيشرب كل ساعه كوبايه ميه في الجو الحار، هو بيفقد فلويد عن طريق الايه السويتنج، او عن طريق مثلا الايه الانسنس وبرسبيريشن، يعني ممكن او انه يفقد فلويد من غير ما يحس. فاذا ما كانش هيشرب كل ساعه كوبايه ميه باي اوردر، وهو لو سنه كبير وبيجي له تي اي ممنوع انه يصوم في رمضان، تمام، اذا عمل ده هيجيله، وهتشوفه تي اي كتير في الصيف كيف رمضان، وممكن يخرج بأتاكس بسيربرال اسكيميا او بيرمننت اسكيميا يعني بعد ما يصوم. تمام، ده الهايبوتنشن او دي هايدريشن. طب الهايبرتنشن فجاه الضغط يعلى، في حاجه عندنا اسمها سيربرال اوتو ريجوليشن ميكانيزم. السيربرال اوتو ريجوليشن يعني ازاي ان الاورجان يعني كنترول البلاد سبلاي بتاعه، موديفاي البلاد سبلاي بعيدا عن البطي. تمام كده، الاماكن اللي فيها اوتو ريجوليشن هي الكدني، هي البرين والانتستين، دي اللي فيهم اوتو ريجوليشن، اللي ينظم نفسه بعيد عن البودي. ايه اللي يحصل؟ المفروض انا لما ضغط يعلى مره واحده سيبنا من البرين، يحصل ايه؟ بريفرال فازو دايليتيشن عشان ضغط يوطى. طب لما ضغط يوطى يحصل بريفرال فازو كونستريكشن، البرين العكس. البرين بقى لما ضغط يعلى مره واحده يحصل ايه؟ فازو كونستريكشن. لما يوطى مره واحده يحصل كان البودي كله بيخدم البرين. يعني لما ضغط يوطى مني مره واحده يحصل فازو كونستريكشن بريفرال عشان ارفع الضغط، البرين يحصل فازو دايليتيشن عشان الفلو يزيد. طب لو انا ضغط عالي مره واحده وكمان عندي سيرفر فازو دايليتيشن يحصل رابشر، يحصل هيموريج. فايه؟ يقوم البودي كله يحصل فيه فازو دايليتيشن اللي هو الضغط، والبرين يحصل فيه فازو ايه؟ كونستريكشن. تمام؟ هل ده ابسوليوت؟ لا. على قد ايه؟ النورمال رينج لما يكون بلاد فيزل طبيعي ديلينيتنج، يعني هو يعني عنده السيست عاليه، دايستول مش سيستول، الرينج من 60 ل 150. يعني يفضل ايه؟ الضغط ممكن يتغير من 60 ل 150 وذاوت ايه؟ وذاوت ويحصل اوتو ريجوليشن. لكن لو اقل من 60 اكتر من 150 يتصرف زي البريفرال بالظبط. تمام؟ يعني ضغط يعلى يحصل فازو دايليتيشن، ضغط يطلع زي البريفري. ده اذا كان على هيلثي فيزل، لكن اثروسكليروتيك فيزل الرينج ده بيضيق خالص. الرينج ده بيضيق. فلو حصل سادن اليفيشن للبلد بريشر اباف السيريبرال اوتو ريجوليشن، فوق الاوتو ريجوليشن، هيحصل ايه؟ هيطف زي البريفري، يحصل ايه؟ فازو كونستريكشن، مش كده ولا لا؟ فازو ايه؟ تمام، مش هيتصرف زي النورمال، يبقى بالتالي بلاد سبلاي للبرين هيحصل له ايه؟ هيقل. تمام؟ يبقى الهاي بوتنشال والهايبرتنشال الاثنين يجيبوا تي اي ايه. تمام؟ الاوتو ريجوليشن ديبينز، انا بتكلم على هيلث فيزل، يعني ما فيش رقم اقدر اتكلم عليه. على حسب العيان ده، كل واحد له اوتو ريجوليشن خاص بيه. تمام؟ طيب برضه من ضمن الاسباب لسه قايلها من شويه، السيرفايكال سبونديلوزس، يقوم يلف الابد يمين شمال، يقوم ضغط على الفيرتبرال ارتري، يقوم يجيب له تي اي اي. دي احد الاسباب. من احد الاسباب التي اي اي برضه سب كليفيان ستيل سندروم. ده الايه؟ تو سب كليفيان ارتري وتو التو فيرتبرال ارتري، ومدين البازلر، وبعدين بعد كده بيديني مين؟ البوستيريو سيرفر. تمام كده؟ لو انا اتولدت بقى عندي ستينوزز of the subclavian artery proximal قبل الايه؟ الفيرتبرال ارتري، على ناحيه، ولكن مثلا الناحيه الشمال دي مثلا، او الناحيه اليمين ايا كان،
تمام. انا عندي السبكليفيان ارتر ده بيصب الاكتنيفيشن بتاع الاكزيلري، بعد كده البريكيال، بعد كده طبعا الايه الريديال ارترز وكده. طيب لو انا دلوقتي عندي اسكيميا اوف ذيس لامب، يعني لما بيحصل سبكليفيان ارتر ستينوزز مش بس هياثر على السبكليف على الفرتبرال، هياثر على الابر لامب، تمام كده. طيب ايه اللي بيحصل؟ البلاد سبلاي ماشي كده عادي خالص، هنا البلاد سبلاي قليل، اصبح البريشر هنا اقل من هنا، فممكن يحصل ريتروجريد فلو اوف ذا بلاد، الضغط هنا اعلى، تمام. سبيشالي لو عملت اكسرسايز بالسكيميك لمب، انا شلت حاجه كده فانا محتاج بلاد سبلاي كتير، فالبلاد سبلاي يتسرق من الاوبوزيت سبكليفيان من الاوبوزيت فيرتبرال لحد يمشي ريتروجريد كانه هيروح هنا، تمام. يبقى الان اول ما يعمل اكسرسايز هيفي اكسرسايز بالسكيميك لمب يبدا يجي له تي اي ايه اسمها سبكليفيان ستيل سيندروم، تمام. هو يبقى معروف، هو عارف ان هو طالما بيشتغل بالدراع ساوند لمب ده ما عندوش مشاكل، اول ما يشتغل بالسكيميك لمب ده يقوم على الارض. يعني طبعا البني ادم عدو ما يجهل، لو حاجه قال له كده معقوله؟ اسمعوا انك انت بتشيل كده بتقع معقوله؟ ما هو طبعا انا لو واحد عمره ما سمع عن الانفلونزا، لو واحد جاي له بيرشح وبيكح هقول له انا عندي كذا، اقول له ما في مرض اسمه كده؟ ما انت اصلا ما قلق، ما انتش هتعرفش. فقلنا اقروا بقى هنعمل ايه؟ اعصابنا تعبت. خلاص؟ طيب ده التي اي اي. طب الكلينيكال بيكشر اوف تي اي اي ان عيان يجي له سيرفر اسكيميا، الديبندز اي ارتري من دول ممكن، بس مش موضوعنا النهارده. الانتيرور اكيد اعراض، بوستيرو سيريبرال، الميدل سيريبرال، سيريبيلر فيرتيبرو، كل واحد له اعراض بقى مش موضوعنا دلوقتي. بس اهم حاجه اربع حاجات، ان هي فوكال، وان هي ترانزيانت، ان هي ريكارنت، ما تسيبش ريزيد والافكت. طالما بتحصل وتفر بقى المكان اللي فيه. اعراضه ان شاء الله المره الجايه هنتكلم فيه. والمانجمنت والتريتمنت والانفستيجيشن، تمام؟ هنيجي بقى لاخر حاجه اللي هي جزء من الستروك اللي هو الانفاركشن ستروك او الاسكيميك ستروك او الاوكلوسيف ستروك. لا اما ثرومبس لا اما امبرس. طيب طبعا الكلينيكال بيكتشر هتعتمد على الارتري الاكلودد، ولكن لما اجي اقول هل في فروق بين الامبولايزيشن وما بين ثرومبوزز؟ نشوف الاول الايتيولوجي. تعريف الامبرس هي عباره عن انسوليبل سبستانس سيركيوليتنج ان ذا بلاد تير ات بيكمز امباكتد ان نارو بلاد فيزل. انسوليبل سيركيوليتنج تير ات بيكمز امباكتد ان نارو بلاد فيزل، سواء بقى انها تطلع يتاتش ثرومبس، تطلع فات، تطلع اير، تطلع بارازيتك، تطلع مالجنان، امنيوتك فلويد امبوليزم، لو ست انواع بتوع الامبوليزم. تطلع زي ما تطلع في الاخر، تمام؟ طيب خلينا في الكومون اكتر اللي هي ديتاتش ثرومبس. لما اجي اقول في امبوليزيشن واصله لا متاسف قبل ما اقول ديت، في الثيوريز بتاعت التي اي في امبوليك تي اي اي. امبوليك تي اي اي هي نفس اسباب الامبوليزيشن هقولها دلوقتي، بس مش هتطول. لو طولت تعمل اكوسيف ستروك بتبقى ديسنتجريت ولايز، بقى سمول امبولاي. هي نفس السورس اللي هقولها دلوقتي. بس الامبوليك تي اي اي انفريكوينت على فترات بعيده قوي وتقعد فتره اطول لو فلو، تمام، ومش كتيره بتيجي. ايه اسبابها بقى؟ لما اتكلم لازم اقول ارتري تو ارتري، هارت تو ارتري. لا اما الامبرز دي اساسها ارتري، يعني ايه؟ الاثروسكليروزز. يعني واحد عنده اورتيك اثروسكليروزز، هناك فرق بين الثرومب امبولايزيشن والاثرو امبولايزيشن، فرق من اللفظين. الثرومب امبولايزيشن عندي ثرومبس اتكونت على الاثروسكليروتيك فيزل وتسنتجريتد وعملت تتكب. او الكوليسترول الامبولاي بقى، الكوليسترول الامبولاي اللي بتيجي غالبا بعد الانترفنشن وبعد ما اعمل وباخد انتي كواجلانت، وبتبقى فيها ليفز ريكولاريس برضه، وفيها زينوفوريا، وفيها برضه ايه رينال افكشن طبعا، وسكين افكشن، كوتينس اند كيدني افكشن، وفيها سي ان اس افكشن. يعني في فرق بين الكوليسترول الامبولايزيشن اللي هو اثرو امبولايزيشن، وفرق بين الثرومبو امبولايزيشن. الاثنين ارتري تو هارت، ارتري تو ارتري تو ارتري. هارت تو ارتري هاخد اول حاجه الاورتك فالف. اورتيك فالف اول حاجه الانفكتيف اندوكاردايتس، او ان عندي كالسيفايد فالف او ارتفيشال فالف ومكون عليه ثرومبس. هدخل على الفنتريكل هاخد الفنتريكولار انوريزم اذا كان عليه ثرومبس، او الميولار ثرومبس في حاله المايوكاردال انفارش. هطلع على الميترال زي الاورتيك. هدخل على الليفت اتريم الاي اف، تمام. وما ننساش كمان معانا ايه كمان الميترال ستينوزيس، تمام. طيب كل ده ليفت، طب ممكن حاجه في الرايت وتوصل الليفت؟ بارادوكسيكال، تمام. البارادوكسيكال ديت لازم يكون عندي رايت وليفت شنط، عشان يبقى عندي رايت شنط لازم عندي سنترال ساينوزس. يعني انا ما مش هفكر في بارادوكسيكال امبولايزيشن الا وجود السنترال ساينوز، سواء انا بتكلم على مستوى الايزنمنجر، على ريفرس الاي اس دي او في اس دي او بيتا اندكتس، او بتكلم الاشهر اللي هو الارتيرو بالمونر ارتيرو فينا سيسترا اللي هو اسمه ايه السندروم الشهير؟ ها؟ ها؟ شهير في فيستولا وفي حاجه في الليفر ومش حاجه ها ها ده الهيمولوجيك لينجيك تمام
بالظبط تمام كده خلاص اوكي. يبقى ده السورسز اوف امبولايزيشن. طيب الثرومبس اقول اسبابها. طب ازاي كده وانا قاعد كده اقول والله ده هو الستروك ده هي الانفاركشن ديت اميل اكتر ان هي ثرومبوتيك او ان هي اكتر امبوليك. الامبوليك صادن اونست صادن مش اكيوت ورابيد بروجريسيف وكتير معاها فيتس وكتير معاها لوس اوف كونشسنس. اهم من ده كله لازم يبقى في سورس اوف امبولايزيشن. لازم انا عندي حاجه ما شكيت فيها تمام. طب الثرومبوتيك مور جراديوال وبروجريسيف ابطا منها شويه والعيان يعني عنده ريسك اوف اثيروسكليروز او ريسك اوف ثرومبوزس. الحاجه اللي بعد كده برضو المهمه ان هي اكتر بالليل العيان نايم لما يصحى الصبح يجي عنده الحكايه دي تمام كده. طيب ايه بقى اللي يكون ثرومبس فيركاوت رايت؟ ثلاث حاجات، لا اما مشكله في الفيزل، لا اما مشكله في الفلو، لا اما مشكله في البلط تمام. مشكله في الفيزل يبقى عندي حاجتين اثيروسكليروزس والفاسكولايتس الاثنين دول. طيب مشكله في الفلو فيري لو فلو بيحصل مع السيفير برولونجد هايبوتنشن تمام كده. طيب نيجي بقى للايه للبلط، لا اما هايبر كوايرابيليتي لا اما هايبر فيسكوستي تمام. الهايبر فيسكوستي لا اما عيب في البلازما لا اما عيب في السيلز. السيلز ار بي سيز وايت سيلز بليت بتكلم على المايلوبيرفيس اوردرز، يعني بتكلم على بوليسايتيميا روبرا فيرا سينشال ثرومبوسايتوزيس وبكي كرونيك مايلويد لوكيميا تمام. او الهايبر كواجلابيلتي نتيجه البلازما الجاموباثيز كلها تمام كده. زي بقى الاشهر مين اللي كان مذاكرت امبارح المالتي والمايلوما اللي كان يا راحت فين دول كنت مذاكرت مع والدن شتورم المهم مش الصبح حد قال لي كده. المهم الوالدن شتورم ده الايه الهايبر. نيجي الهايبر كواجلابيلتي بقى. الهايبر كواجلابيلتي لا اما انهيرت اكوارد او ميكس كل واحده فيهم فينس او ارتيريال. ارتيريال مع فينس لكن العكس من الصحيح، يعني اي حاجه تعمل ارتيريال ثرومبوز هتعمل فينس عشان الفلو شير ستريس اعلى، لكن يعمل فينس شرط تعمل ارتيريال. ناخد حاجه انهيرتد. انهيرتد فينس كل ثرومبوفيليك كونديشنز زي مثلا البروتين سي بروتين اس الفاكتور 5 لايدن البروثرومبين جين ميوتيشن انثرومبين 3 ديفيشنسي تمام فاكتور 8 ما بيزيد كل دي حاجات تمام دي عمرها ما تعمل ارتيريال. طب ايه الهيريديتري اللي تعمل ارتيريال اند فينس؟ هيريديتري بتاع ارتيريال اند فينس العيان اللي كان عندنا جوه ده مش كده؟ ده مش ودي سفابيرنجينيمي. ودي سفابيرنجينيمي على فكره تعمل هيمورج وبلي وثمبوزي والاثنين مع بعض. دي بمناسبه يعني. طب نيجي للاكوايرد كوزز. لو اكوايرد كوزز فينس انا مش بتكلم قوي على سيربرال ثرومبوز، انا بتكلم على الدي في تي. بص سيرجيكال سبيشال بعد مثلا ميجور سيرجري اورثوبيديك سيرجري نيورو سيرجري مثلا بوست بارتم مثلا بريجننسي فاريكوزيتي حاجات زي كده دي غالبا مش سيربرال. طب نيجي بقى للاكوارد احنا كل يوم بنشوفهم بقى اكوارد فينس عند ارتيريا اولهم مين؟ الانفوس وليب الاول. هناخد بقى المايكرو انجيوباثيك اولهم مين؟ الدي اي سي والاثنين الملحقين بيه توليس اكستند ثروماتيك فلوستوميليك بربرا والهيموليتيك يوريميك. طيب في دراجز الهرمونال كونتراسبشن والهيبارين. الهيبارين اللي هي ثرومبوسايتوبين دي برضه بتعمل الاثنين مع بعض. طب في حاجه ثانيه غير كده؟ بس دي هايبر فيسكوستي اكتر من هايبر كوجلابيلتي اكتر. لا لسه نيفروتيك سندروم وال المالجنس دي اي سي. لا البروجيزمال نون هيموجلوبين البي ان اتش البي ان اتش دي ما ننساش الكلام ده ونيفروتيك سندروم. طيب ميكسد بقى يعني ايه هيريديتري واكوايرد؟ يعني في حاجات تنفع الاثنين مع بعض. يعني مثلا الهايبر انكريز ان ذا بروكا اجلاند فاكتورز. البروكا اجلاند فاكتورز لما بتزيد 8 ده هيريديتري لكن الباقي 1 و2 و9 و11 ده ينفع كده وينفع كده. طيب برضو في حاجه اسمها هايبر ها هوموسيستينيوريا تمام غير ممكن برضو تبقى برضو هيريديتري وممكن تبقى ايه تبقى اكوار تبقى الاثنين. ساعات برضو بيبقى عندي مثلا بس احنا بنيجي للبلاد البلاد فيه توازن ما بين ان هو يبقى فيه ناتشرال انتي كواجلانت وبين الفلو يبقى كويس. في حاجه اسمها تيشو فاكتور انهبيتور. تيشو فاكتور انهبيتور ده لما بيقل برضه ينفع هيريديتري واكوارد يعمل برضه ميكسد فينس اند ارتيريال ثرومبوزس تمام كده. يبقى لما يجي لي عيان عنده ثرومبوزس وخصوصا لما يكون العيان مش اثروسكليروتيك مش اولد ايج ما عندوش ريسك فاكتور زي مثلا ستروك ان يانج ايج ان اولد يعني لازم افكر في الحاجات ده. كان عندنا عيان عنده هوموسيستينيا وطلع يعني حتى عمل امبيوتيشن مش عارف انتوا فاكرينه ولا لا. يبقى لازم افكر بره الصندوق لما يكون العيان ده مش سنه تمام. يعني دايما الستروك في يانج ايج اول حاجه الامبوليك اول حاجه. اذا كنت بتكلم عن انفاركشن ستروك مش الهيموريج دي قصه ثانيه برضه.
الانفاركشن ستروك بفكر في فاسكولايتس ان ممكن تيجي في ميدل ايج او يانج ايج، او حاجه بقى من الهايبر كوجلابيلتي او هايبر فيسكوستي سيندروم. تمام، قبل ما اقول الاثروسكلوز، ان الاثروسكلوز بريماتيور اثروسكلوز وارد، وارد في الهيريديتري تايبس، وارد في العيانين اللي هم عندهم سترونج فاميلي هيستوري، وارد في الدايبيتيك والميتابوليك سيندروم، بس يكون عندي ريسك فاكتور يخليني افكر ان ده بيحصل في سن صغير. تمام، برضو مش عايزين بس لما نيجي للكارديولوجي اكتر، اللي هي البيتنت فورم الاوفال برضو من الحاجات دي، من الحاجات اللي وبنشوفها كتير برضو مع الميجرين. ما انا جبت لكم حالات قبل كده، ده هو من ضمن الثيوريز بتاعت ليه العيان بتاع الميجرين بيجي بستروك لايك، ده برضو اللي هو برضو بارادوكسيك امبولايزيشن على مستوى البيتنت فورم الاوفال وبقى مع ميجرين، ده برضو كومن اسيشن. طيب يبقى برضو تو سمرايز النهارده، انا اتكلمت على بلاد سبلاي اوف ذا نيرفس سيستم، سيت سنتر نيرفس سيستم طبعا، اتكلمت على الكلاسيفيكيشن بتاع سيرو فاسكولار سيندروم، قسمناها هيموريج وايه وسكيميا، والهيموريج خمس انواع، والسكيميا نوعين ترانزيانت وبيرمنت جرلايز ولوكالايز، وعرفنا النومنكلتشرز بتاع كل واحد فيهم. يبقى بقينا بقى المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على كل واحد بالتفصيل، هنمسك كل ارتري ونتكلم على المانجمنت بتاعه ان شاء الله. يلا كفايه كده النهارده عليك، تعبت بقى.